تستمر الأزمة الداخلية في إسرائيل بالتصاعد وسط خلافات حادة حول قانون إصلاح القضاء الذي يدعو إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت يعتزم الائتلاف الحكومي التصويت عليه يوم الاثنين المقبل. وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت طالب بوقف التصويت على التعديلات القضائية مع استمرار رفض عناصر في الجيش للتعديلات الدستورية واستمرار المعارضة الشعبية الواسعة والاحتجاجات التي وصفت بأنها الأطول في تاريخ إسرائيل. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال من جانبه أنه في حال تم تمرير القانون فسيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة. كما وطالب رئيس أركان الجيش لقاء نتنياهو لمناقشة أزمة امتناع الآلاف من جنود الاحتياط عن الخدمة. في المقابل طلب الائتلاف الحاكم من أعضائه الاستعداد والجاهزية وأن يكونوا على مسافة قريبة من الكنيسة اعتبارا من ظهر الأحد لضمان الوصول إليه. فهل ينجح نتنياهو بتمرير القانون؟ وما تداعيات هذا الانقسام غير المسبوق الذي تشهده إسرائيل؟ للنقاش ينضم إلينا من القدس الباحث في معهد ترومان للسلام في الجامعة العبرية الدكتور روني شاكيد، ومن حيفا ينضم إلينا الوزير السابق عن حزب الليكود أيوب قرة. أهلا بكما. أبدأ معك سيد شاكيد، يعني خطوة من الحكومة وأخرى من الشارع والمسافة تزداد اتساعا يوما بعد يوم، غضب متبادل من الحكومة والشارع بسبب هذا القانون، قانون إصلاحات القضائية. كيف يمكن أن نصف هذه الفجوة، هذه الحدة في الانقسام الآن مع اقتراب تصويت يوم الاثنين؟ اهلا وسهلا بكم، مساء الخير. اولا قبل ما احكي بالنسبه للفجوه لازم نقول بكلمه واحده، الاشي هذا مش اصلاح القانون، احنا موجودين في ثوره ضد الديمقراطيه، طريق للديكتاتوريه في اسرائيل. هذا السبب انه في مظاهرات، هذا السبب اللي احنا نساوي كل المظاهرات الكبرى هذه من في تل ابيب، في حيفا، بالقدس، وفي كل غير محل. لازم نقول ايد برضه في صوت عالي اشي اللي انا ما بحب اقول الاشي هذا، اما هذا صحيح، هذا اللي موجود الايد. احنا في ازمه حقيقيه، هذه البوابه الحرب اهليه سلميه في اسرائيل اللي احنا موجودين فيها. وانا اسف جدا انه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه كله 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 مربوط بس في 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 نتنياهو مش في غيره. اذا نتنياهو بده يقول بكره القانون هذا مش مليح، كل اعضاء الكنيسة تبع الليكود رح يقول له زيه، كل شيء تمام نمشي معك. معناته نتنياهو هو الوحيد اللي مسؤول عن كل الأزمة هذه. وأنا ما بفهم، أنا بقول لك بصراحة كاملة، أنا ما بفهم، هو شايف شو في إسرائيل، شايف المظاهرات، شايف قبل ساعة التلفزيون شو في تل أبيب، شاف المظاهرات اللي ماشيا على الأقدام من تل أبيب للقدس اللي ما كانت مظاهرة زيها في كل العالم، برضه مش في الايام مارتن لوثر كينج في امريكا ما كانت مظاهره كبيره زي ما كانت امبارح او بثلاث الايام الاخيره من تل ابيب للقدس. هذه مشكله انه في هان زعماء اللي بدهم يمشوا مع الايديولوجيه تبعهم، مع طريق المتطرفه تبعهم. طيب، طريق ووضحت وجهه نظرك. بسميها يعني مجنونه تبعهم. والفجوة هذه الإيت موجودة، وإذا ما رح يكون الإيت رئيس الدولة هيرتسوغ، إذا بكرة ما رح يحكي كلمة وما رح يسوي ولا إشي، وإذا ما رح نتنياهو رح يفهم بكرة إنه في مشكلة إسرائيلية، مش بس مشكلة شعبية ومشكلة سياسية، هذه مشكلة اقتصادية وأول شيء مشكلة أمنية لإسرائيل. إذا ما رح يفهم الإشي هذا، أنا خايف جدا إنه الحرب اللي أنا سميتها بوابة الحرب رح تنفتح يوم اثنين. طيب، دعنا نستمع إلى رأي السيد أيوب، ربما لديه الإجابة لماذا لا يلتفت نتنياهو لكل هذه التحذيرات. يعني الأمر كما يقول لك سيد شاكيد ثورة ضد الديمقراطية، الأمر ليس متعلق بالإصلاحات، بوابة لحرب أهلية في إسرائيل، الأمر في يد نتنياهو، هو المسؤول عن هذه الأزمة، هو يمكن أن يتخذ القرار. يعني لماذا هذه المجازفة أمام هذه الحشود الغاضبة؟ الأمر حتى وصل للجيش الإسرائيلي وإضرابات في داخله.
سيدي العزيز، الديمقراطية هي كلمة معناها حكم الشعب. الشعب أقر ب 64 عضو على إنه نتنياهو هو رئيس حكومة. أنا ما بدافع حاليا عن نتنياهو، عم فسر كيف بفكر مخيم اليمين. فطبيعة الحال لما في حكم الشعب، يعني طبيعي إنه بحب إنه يمشر ويعبر في قوانين. في إسرائيل اللي هي الدولة الديمقراطية الأولى حسب رأيي بالعالم. لكن سيد قرر عفوا المقاطعة، أليس كل هذه الحشود دليل على أن الشعب الذي اختار نتنياهو وأقر بأنه هو رئيس الوزراء رافض بشكل كبير؟ يعني ليست أعداد بسيطة يا سيدي العزيز. مع احترامي لكل هاي الوفود وهاي المظاهرات، في قرار شعب كان قبل بضعة أشهر، وقبل بضعة أشهر كان هناك على الساحة، على الساحة اللي قرر فيها نتنياهو إنه هو رئيس حكومة، كان جدول الانتخابات مبني على الإصلاحات في جهاز القانون. هذا مش فجأة بعد الانتخابات حكوا عليه، هذا كان المفتاح في البرايمريز في داخل الحزب الحاكم، وكان مفتاح في معركة الانتخابية قبل النتائج. لذلك ما في جديد الموضوع. ما بعدين القانون اللي هو اليوم اللي عم بيحكوا عليه اليوم، يعني هذا شيء بسيط. لكن سيد يعني شاكد يقول لك أن هذا الأمر يفتح بوابة حرب أهلية على إسرائيل، وهذا أمر محتمل لا يمكن إنكاره دكتور روني. ما 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 أنا بعتقد إنه الموضوع عم يعطوه إشي كبير، لأنه مش كلهم شاكد ومش كلهم بفكروا إيجابي زي ما هو بفكر. الأغلبية هناك بفكروا إنه هاي مناسبة انه ياخذوا ويغلبوا اليمين في طريق الشارع، في طريق انه يعني يتعفى نتنياهو. دعنا نستمع الى راي الدكتور روني شاكد. يعني الشعب اقر ان نتنياهو هو رئيس الحكومه، ومن الطبيعي ان يتخذ ما هو في مصلحه الشعب. هذه الحشود لا تمثل الاصوات التي انتخبت في النهايه، يعني الرئيس يمشي على ما على قرار انتخابات وتصويت، وليس حشود ترفع علام في الشارع. صح، الحكومة قانونية، ولا واحد من المظاهرة بيطلعوا للمظاهرات، ومش أنا ولا واحد بيقول إنه الحكومة مش قانونية، ولا واحد بيحكي ضد الانتخابات. إحنا كبلنا النتائج الانتخابات، ومع بن غفير، مع سموتريتش، مع الأحزاب اللي المتدينة اللي هي مش صهيونية، واللي هي بدها تغير إسرائيل تسويها لإيران ولأفغانستان، أنا ما بعرف إيش. إحنا مش ضد الحكومة، إحنا ضد تغيير الأساس اللي عليها وقفة دولة إسرائيل. إسرائيل هي دولة يهودية ديمقراطية، ولقيت الخطوات اللي بده يساوي نتنياهو وبده يبدأ معهم يوم الاثنين، هذه أول خط لديكتاتورة في إسرائيل. لكنه يعني هل ما يقوم به نتنياهو، هذا رأي اليمين، هل يتعارض دكتور شاكر يعني هل يتعارض ما يقوم به نتنياهو مع يعني صلاحياته كرئيس وزراء؟ أنا في مسؤولية، أنا بقول نتنياهو بيقدر يساوي حرب، بيقدر يساوي سلام، بيقدر يغير الاقتصاد بالدولة، بيقدر يغير قوانين بالدولة، أما بيقدرش يغير طبيعة الدولة. الدولة هي تأسست 48 على هوا اللي هي رح تكون دولة ديمقراطية يهودية، ولا واحد حكى عنها على ديكتاتورة. إحنا الشعب اللي إحنا الشعب هو اللي اختار الحكومة، الحكومة لازم تخدم تعطي خدمات للشعب، مش انه الشعب يعطي خدمات للحكومة. هو مش ملك نتنياهو، هو مش ملكا في اسرائيل. احنا لازم نعرف انه لازم نسوي مع كل جهودنا عشان ما راح يتغير طبيعة الدولة،
بدنا ديمقراطية. الإشي اللي كل المظاهرات عم تحكيها رح تسمع في تل أبيب، تسمع بالقدس، وتسمع بالمظاهرات اللي ماشية للقدس، كلهم بيقولوا ديمقراطية. هذا اللي نطلب، ما رح ما نطلب إنه بن غفير ما رح يكون وزير وما رح. طيب دكتور قرة، يعني أين المسؤولية؟ نتنياهو يستطيع القيام بأي أمر كرئيس الوزراء، لديه صلاحيات واسعة، لكن ليس بالضرورة أن أي قرار سيكون في مصلحة الشعب. ما يقوم به الآن في مسألة هذه الإصلاحات أو ما يقول أنه إصلاحات بعيد كل البعد عن مسؤولية رئيس وزراء قد يدفع إسرائيل إلى المزيد من الانقسامات وربما تداعيات كبيرة قد تحدث. باختصار ماذا تقول حتى ننتقل لمحور آخر؟ أنا بعتقد أنه هذا حكي ما له محل. كل عضو كنيسة بينتخب للبرلمان الإسرائيلي وراء شعب، والشعب هذا اختار أغلبية سابقة، أغلبية ساحقة، حتى هذول المتطرفين في نظر الناس هذول وراهم شعب، ما بتقدر تغير شعب. هذا الشعب اختار رئيس حكومة اللي معه أغلبية، مع احترامي للكل، نفس القرارات اللي عم بيحكوا فيها اليوم والتعديلات كان أهم موضوع في جدول الانتخابات، والشعب أعطاه أغلبية. ولذلك جدول القضاء اللي لحد اليوم كان هو سلطة من ثلاث سلطات اللي بتدير الدولة، حط حاله أعلى من الشعب، أعلى من مما يسمى البرلمان اللي هو بمثل. طيب يعني وضحت وجهة نظرك، يعني حتى لا نعيد نفس الحديث سيد قرة، يعني الآن هل ينجح في رأيك نتنياهو في تمرير القانون؟ ما عندي شك انه الاشي ماشي للاخر، وكل هاي الزوبعة يوم بعد التصويت بتنتهي، لانه ما في اشي مهم. يعني اكثر ما انه عم بيحكوا على انه ما يحط حاله الحاكم لحاله اللي انتخبته لجنة 9 محل ملايين من الشعب اللي ايد حكومة انها تكون حكومة مع صلاحية اللي تقرر باغلبية شو مصلحة الشعب. طيب ما رأيك سيد شاكد، يعني كل هذه الاحتجاجات الزوبعة كما وصفها دكتور قرة ستنتهي وسيمر القانون يوم الاثنين. هذا الأمر كان رئيس الوزراء نتنياهو يتحدث في برنامجه الانتخابي عنها، والشعب صوت له وهو يعلم أنه سيقوم بمثل هذه الخطوات. مع كل الأسف هذا وهم، هذا الواحد اللي مش شايف الشارع وما عايش بالشارع ما بفهم انه بعد 30 اسابيع، اسبوع ورا اسبوع، ربع مليون ناس بيطلعوا المظاهرات، ناس بيمشوا من تل ابيب للقدس مشي، وناس بيسووا مظاهرات، وناس بيسووا ايش ما بدك، ورؤساء اركان الجيش، رؤساء الشباك. طيب سيمرر نتنياهو القانون يوم الاثنين سيد شاكد، ورئيس بايدن وباس نتنياهو ما بفهم. يوم اثنين اذا القانون رح يمرق، انا اسف جدا، احنا في رح نكون في حرب اهلي سلمي في اسرائيل. هل يستحق الامر دكتور قرة، يعني هذه المجازفة، احتمالات الحرب يعني والانقسام الحاد، أن تصل إلى المواجهات؟ هذا أمر مرجح وترجحه كثير من الأصوات في الداخل الإسرائيلي سيد قرة. إيه بس شو البديل؟ يعني أنه الأغلبية انتخبت وفي حكومة مع 64 عضو أعطت صلاحية لرئيس الحكومة يعمل إصلاحات على حسب الدستور، يعني لمين هو لازم يعني ما يعمل ايش ما بده مع الدوله الديمقراطيه؟ موجودين في الشارع ولا اللي بعثوه يكون رئيس حكومه مع اغلبيه؟ هذا السؤال المركزي. اذا هو راح لاي طرف مش الطرف اللي بعثه للكنيسة، هو خلص على موضوع السياسي تبعه في الدنيا. ماذا سيحدث سيد شاكيد؟ يعني المحتجون قالوا إذا يعني استمرت الحكومة في ذلك فأننا سنظهر للشعب إسرائيل أنه لن يتم منح شرعية للحكومة لفعل ما تقوم به حاليا، يعني ويتم الآن يعني محاوطة الكنيسة أكثر فأكثر، وطلب من أعضاء الكنيسة أن يكونون قريبين. في تحدي كبير يحدث، ما المتوقع؟
مع كل كمان مرة بدي بس كلمة واحدة، الحكومة هي تقدر تسوي ايش ما بدها، اما تقدرش تغير طبيعة الدولة اليهودية الصهيونية الديمقراطية. هذا اهم من كل شيء. اذا يبدا نتنياهو بالشيء هذا وما راح يسمع لصوت الشعب وما راح يغير وما راح يفهم بعقليه وما وبس يفكر على نفسه على المحكمة تبعه وعلى المشاكل تبعه، احنا موجودين زي ما انا اقول لك راح يكونوا مظاهرات اقوى. طيب لكن سيد شاكد، يعني الحكومة تقول ان هذه التعديلات الأخيرة. الحكومة تقول ان هذه التعديلات من شأنها ان تحقق توازن اكثر بين السلطات. اما هي تقدر تقول تعديلات، اما زي ما انا قلت هذه بوابه الديكتاتوره، معناته التعديل اللي بدهم يسووا ما راح يعطي قوه للحكومه للوزراء يسووا ايش ما بدهم، يعطي قوه يغيروا رئيس اركان الجيش، يغيروا بالمحكمه العليا، يغيروا المستشاره القانونيه للحكومه اللي موجوده، يغيروا اشياء اللي احنا الشعب رح نبدا نعيش في ديكتاتوريه. وزي ما انا قلت هذا تعديل، اول تعديل الليسته كبيره. وانا بدي اقول لك شيء بصراحه كامله، انا بامن لما بين جفير وسموتريتش بيقولوا الكلام تبعهم مش بالهوى، هم بامنوا بالكلام تبعهم، وانا بامن ان هم بدهم يغيروا طبيعه الدوله. ونحن طيب. ما رح نعطي الإشي تغيير ضد طبيعة الدولة سيد قرة، تعديل يعطي صلاحيات مطلقة غير مبررة، سيطلق ديكتاتورية كما يقول سيد شكد. الشعب إن استمر في الشارع وبدأت المواجهات وحدث ما يتكهن به كثير من الأصوات الرافضة لهذا التعديل، هل سيكون قرار الحكومة يعني غير مبرر، قرار غير مدروس؟ سيد العزيز، يعني أي ديمقراطية هاي اللي فيه اليوم حكومة مع 64 بأغلبية طالبة تعمل تعديلات اللي هي شرعية، يعني كل تصويت في الحكومة في الكنيسة مش مهم شو كان بيتاخذ بأغلبية، هي جاي تقول أنا بدي أغلبية في يعني البرلمان، يعني الملايين ربما أعداد كبيرة في الشارع لأكثر من 30 أسبوع، ألا يأخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة يعني هذا الغضب في الشارع، هذه الأصوات؟ ليش تأخذوا؟ هذا كله معارضين، ولا حدا منهم صوت نتنياهو، فرجيني واحد يقول أنا صوت نتنياهو من كله، فيش حدا صوت نتنياهو، رايح المخيم اللي بده يقيله صار له سنين مش قادر يقيله، عم بيعمل هاي الأشياء لأنه شو في عنده شيء مش قادر في الانتخابات يخلص عليه، طريقة هون بده يخلص عليه، هذا اللي معروف. طيب لكن أنت تردد يعني أن الحكومة ذات الأغلبية لديها صلاحيات ب 64، هي يعني ليست حكومة حصلت على هذا يعني هذه الصلاحيات باستحقاق كبير كما تعلم، وهنا أستمع إلى تداخل رأيك معنا سيد شاكد، ماذا تقول؟ كمان مرة المشكلة في إسرائيل إنه فيش عندنا دستور، في عندنا يوم لما تأسست الدولة كان عندنا بالعبراني بيسموها مجيلات عتصماؤوت، معناته دستور الاستقلال، هذا اللي موجود عنا، واحنا ماشيين لحد اليوم بدون دستور، بس على هوا الدستور اللي كان يوم ما تأسست الدولة، وهناك مكتوب انه الدولة الإسرائيلية رح تكون ديمقراطية. هذا الاشي اللي احنا بدنا نكون عايشين بدولة زي ما كل دولة العالم دولة ديمقراطية. إذا لقيت أنا ما بفهم كمان مرة، إذا بايدن بيقول الكلمة هذه، رئيس بايدن، إذا كل الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل، إذا كل الكداء المحكمة العليا بيقولوا الإشي هذا، إذا كتير كل البروفيسورات في الجامعات بيقولوا الإشي هذا، طيب. بس نتنياهو ما بفهم الإشي يعني هذا. حتى أضيف على حديثك دكتور شاكد، دعنا نستمع إلى رأي سيد قرة، يعني انقسام العارم أيضا إضافة لحديث سيد شاكد، يعني دفع قطاعات واسعة، ليس يعني غضب على المستوى السياسي، أبرزها الجيش لدرجة أجبرت وزير الدفاع الإسرائيلي على الدعوة لوقف التعديلات بعد تسجيل موقف
أو موجة استقالات بين صفوف قوات الاحتياط رفضا لهذه الخطوة. هناك تداعيات كبيرة، يعني كيف تنظر إليها في آخر دقائق؟ أبدأ معك السيناريو الأقرب لما قد يحدث بعد تمرير مثل هذا القانون كما تعتقد سيد قرة. كل شيء بيخلصش في البرلمان بأغلبية هو مش ديمقراطية، أما كل شيء بيخلص في البرلمان بأغلبية هو قرار شعب، ما حدا بيقدر يتحدى، ما حدا بده يعيش في ديكتاتورية في الليكود ولا في اليمين، لأنه إذا في ديمقراطية أو حزب ديمقراطي هو الليكود، اللي أعضائه بينتخبوا أعضاء الكنيسة مش بعينهم زي أغلب رؤساء الأحزاب. ما السيناريو الذي تتوقعه يعني بعد يوم الاثنين على الأقل؟ فيش حل ثاني إلا نتنياهو، يعني حتى لو هو بده يكون هناك حل حكومة بتنحلش، البديل تبعها أنه يعبر القانون على أساس تستمر الحكومة في شغلها أو عملها. ما عندي شك أنه القرار هو قرار مش بس لنتنياهو، لو قرار لنتنياهو حسب رأيي يمكن حساباته كانت غير شكل. في هناك 3-4 من الشخصيات البارزة اللي هي لا يمكن تعطيه مجال يتراجع، تراجع معناته فيش حكومة وهو لا يمكن يتخلى عن الحكومة. لا يمكن أن يتراجع نتنياهو، بالتالي سيصر على تمرير القانون، لن يكترث لهذه الأصوات. في دقيقة وأقل، ما السيناريو المتوقع على الأقل يوم اثنين؟ وربما يكون لدينا نقاش آخر حينها. سيد شكيد، زي ما أنا قلت يوم اثنين هذا يوم أخطر يوم في إسرائيل وأخطر يوم للديمقراطية في إسرائيل. إذا يصير تعديل القانون ثورة على القانون زي ما بده نتنياهو بدون ما يفكر على مستقبل إسرائيل، بدون ما يفكر على الشعب في إسرائيل، بدون ما يفكر على أمن إسرائيل، بدون ما يفكر على علاقات تبع إسرائيل مع كل الدول وبخصوص مع الولايات المتحدة مع ناتو، إحنا ما رح نسكت والمظاهرات رح تستمر لحد ما يصير هان ديمقراطية كاملة، لأنه بدنا ديمقراطية كاملة مش نص ديمقراطية. اليوم الاثنين قريب، ربما يكون لدينا حوار حينها، واستضيفك معي دكتور روني وأيضا سيد قرة للاقتراب من السيناريو الأرجح حينها. شكرا لكما، من القدس الباحث مع ترومان للسلام في الجامعة العبرية الدكتور روني شاكد، ومن حيفا الوزير السابق عن حزب الليكود أيوب قرة. شكرا لكما مشاركتنا هذا الحوار.